الله تعالى يقول: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، ومن هذه الأشهر الحرم شهر رجب، وسميت بالأشهر الحرم لحرمة القتال فيها إلا إذا كنا مجبرين على ذلك، ولأن الأعمال الصالحة والذنوب في هذه الأشهر مضاعفة. الله تعالى يقول: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وأهم الأعمال الصالحة التي تقوم بها في شهر رجب هو ما يهيئك لرمضان. رمضان بائن شهر، رجب، شعبان، رمضان. وأهم هذه الأعمال أن تتجنب أي جدال أو مشكلة سخيفة، وأن تعفو عما ظلمك عند المقدرة كي تصفي قلبك من الخلق وتوجهه إلى الخالق، وأن تروض هذا الجسد لصيام رمضان بصيام الاثنين والخميس في شهر رجب. وأهم الأعمال أن تصاحب القرآن الكريم. القرآن الكريم هو الصاحب الذي لا يتخلى عنك عندما يخذلك الناس، وهو الذي يصدقك حينما ينافق لك الناس، وهو الشفاء لما في الصدور. فاجعل لك موعدا معه، ولو 10 دقائق يوميا، ولو 5 دقائق، ولو صفحة واحدة، كي تجهز نفسك لرمضان. فعندما تبلغ رمضان تكون بكامل التجهيز.